السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم باشمهندس عبد الرحمن فرغلي. ان شاء الله في الفيديو ده هنتعلم ازاي نقيس التوتال هارمونيك ديستورشن، وده كان اخر فيديو اتكلمنا فيه عن الانفرتر، وشرحنا فيه لو احنا شغالين 180 كوندكشن، اللي هو لو انا استخدمت السكوير ويف شيفتد 60 درجة، يعني انا اول سكوير ويف هنا اللي بتخش على اول سويتش بفاير بيها، بعدها التانية شيفتد 120، واللي بعديها شيفتد 120، ولو انا اخدت النوت لتحت، فانت لو مشيت ورا الويفز دي هتلاقيها اول واحدة اكنها مش شفتها 60 في 60 في 60 في 60 لحد ما وصلنا لاخر سويتش. كان اسهلهم ان انا ادخل السيجنال على السويتش اللي فوق واخد النوت بتاعهم على السويتش اللي تحت. دي بنسميها 180 كوندكشن. الكلام ده احنا ممكن ما اتكلمناش عليه في الفيديوهات اللي فاتت، لان احنا كنا بنشرح البيزكس او الفكرة عموما، وقلنا ان استخدام البالسز دي هي كتحويل الدي سي لاي سي، بغض النظر شكل الهارمونيكس او ان الويف مليانه هارمونيكس، وده ممكن يسبب مشكله كبيره جدا على الاي سي لودز اللي انا بغذيها، ان انا ببقى محتاج بيور ساين عشان تبقى الابريشن ستيبل والوضع تمام خلاص. بالاضافه ان انا ما اقدرش اكونترول الدي سي فولتج ده، انا مجرد ان انا احوله بس الاي سي من غير ما اتحكم فيه. وقلنا عشان نحسن الموضوع ده احنا محتاجين ان احنا نقطع الويف عشان نبدا نتخلص من جزء من الهارمونيكس، وكان اسهلهم ان احنا جبنا الساين، وقلنا ليه الساين ده شكل الويف اللي انا عاوز اطلعها، والطريقه دي بتتسمى الاس بي دبليو ام او سينيسويدال بالس ويف سيميوليشن. يبقى في مصطلحين جداد احنا ما اتكلمناش عليهم بس كان لازم نتكلم عليهم، 180 كوندكشن وفي اس بي دبليو ام، دي الطريقه اللي بنقطع بيها الويف عشان نتخلص من الهارمونيكس. بالاضافه ان هي بتديني بروبرتي ان انا قادر اتحكم في الدي سي اللي طالع عن طريق الامبليتيود بتاع الساين ده، ان انا لو غيرت الامبليتيود بتاع الساين ده ممكن بكل بساطه اتحكم في الشكل او الامبليتيود بتاع الدي سي فولتج. يبقى انا لو حطيت الامبليتيود او بنسميه الميديليشن اندكس الام اي، حطيته برقم هنا بيأثر على الفولتج الامبليتيود فولتج مقارنه بالانبوت فولتج، والعلاقه ما بين الانبوت والاوتبوت في الحاله دي في الفيز ان احنا عندنا الموديليشن اندكس في الفي دي سي على 2. يبقى انا محتاج لو انا عاوز اقيس الفيز فولتج بقول الام اي في الفي دي سي على 2 ده الفيز، ولو انا معايا لاين فولتج بقول الام اي في الفي دي سي في جذر 3 على 2 ده اللاين فولتج. يبقى في علاقه ما بين الانبوت وما بين الاوتبوت في الانفرتر، في علاقه ما بين الانبوت وما بين الاوتبوت في الانفرتر. اهمهم ان انت تبقى عارف ان الام اي دي بتاثر على الخارج بتاع الفولت، كل ما قللت الرقم ده كل ما الفولت اللي خارج بيقل. بالاضافه برضو للفريكونسي، كل ما غيرت الفريكونسي كل ما الفريكونسي بتاع الويف اللي طالع برضو هيتغير معاك. يبقى في رقمين مهمين جدا، حاجه اسمها الام اي وحاجه اسمها فريكونسي، دول بيأثروا على شكل الويف اللي طالعه، وبستخدمهم فعليا في عمليه السبيد كنترول على الاندكشن موتور او اي حاجه انا محتاج اغير فيها الفولت. يبقى الساين اللي انا بقارنها بالسوتوس او خلينا نقول التريانجل دي مهمه جدا، ابقى عارف الامبليتيود بتاعها والفريكونسي بتاعها، ليه؟ لان هم بيأثروا فعليا على الخارج اللي عندي. خلاص؟ طيب انا عاوز اشوف الفرق ما بين ال 180 كوندكشن والاس بي دبليو ام، هل التقطيع اللي انا عملته فعلا حسن في شكل الويف، قلل من هارمونيكس؟ ده اللي احنا عاوزين نشوفه عن طريق ان احنا نميجر التوتال هارمونيك ديستورشن اللي خارج من الموجه 180 كوندكشن ومن الاس بي دبليو ام. طيب هنبدا نشوف ازاي. انا هبدا اميجر الفيز فولتج في ال 180 كوندكشن واشوف شكل التوتال هارمونيك ديستورشن، واقيسه في الاس بي دبليو ام برضو واشوف شكل التوتال هارمونيك ديستورشن. طب هنعملها ازاي؟ هتيجي على السكوب وتضغط عليه دبل كليك، وتخش على السيتنج وتخش على اللوجنج، وتعمل لوج داتا تو ورك سبيس، وتسمي ده مثلا هسمي في كوندكشن اللي هو بتاع ال 180 كوندكشن، وادوس ابلاي اوكي واقفل السكوب. نفس الحكايه اروح على الفيس فولتج اللي طالع من الاس بي دبليو ام، واخش على اللوجنج ولوج داتا تو ورك سبيس، وهسمي ده في اس اختصار لسينيسويدال في اس، وادوس ابلاي اوكي. دلوقتي انا هبدا ارن الدايره بتاعتي،
وبعد ما الدايرة هتطلع لي الخرج هبدأ أروحه أشوفه على ده. شكل اهو الويف هنا وده شكل الويف هنا. تعال نشوف بقى. لو انا رحت دلوقتي هروح الباور جي اي واختار تولز واروح لاف اف تي اناليسز. اول حاجة انا اختار ان انا اشوف الفي سي وابدأ احط 5 سايكل مثلا واحط الفريكونسي اللي انا بقيسها 50 هرتز، دي الفوندامنتال بتاعتي، وابدأ اقول له ديسبلاي. هيبدأ يديك الماجنيتيود بتاع الفولتج اللي طالع ويديك التوتال هارمونيك ديستورشن. زي ما انت شايف الرقم كبير جدا. الستاندرد بتاع الاي تريبل اي او الاي اي سي بيقول لك ان التوتال هارمونيك ديستورشن يبقى في حدود 3 ل 4%، ده الماكسيموم المسموح بيه. فطبعا الرقم ده زي ما انت شايف كبير جدا. طيب تعال نشوف بعد ما قطعنا الويف ايه اللي اتغير. لو رحت للفي اس، ده دلوقتي بقى شكل الويف اللي طالع. لو عملت ديسبلاي ووصل التوتال هارمونيك ديستورشن ل 8%، محتاج يتحسن شويه، وده اللي احنا هنحاول نعمله دلوقتي، ان انا اعلي المكثف سنه واشوف فعلا الشكل هيتحسن ولا لا. هنعلي المكثف نخليه، لو المكثف ما اداش لنتيجه هنبدا نظبط ال. في علاقه طبعا، الفلتر ده مش ارقام بنعمل لها تيوننج وخلاص، لا، في ديزاين للباسيف فلتر المفروض في ايكويشن بتحكمني استخدمها، بس احنا دلوقتي بنقول الفكره بس. برضو مفيش، نعلي ال سنه، نحطها مثلا 5 ملي. انا عاوز احسن شكل الساين بس عشان اوريك ان فعلا الموضوع اتحسن، ان انا محسنت. يا سلام، زي ما انت شايف الشكل بقى افضل شوية بكتير. اروح برضو الباور جي اي واروح للتولز اف اف تي وخمس سايكل، اقول له ديسبلاي 8.26، لسه عاوزين عاوز يتحسن شوية كمان. لو خلينا الرقم ده 10، وفي حاجة دلوقتي هعملها برضو ايه هتظبط اكتر هوريها لكم، واعمل رن. اللي عاوز طبعا يبني المودلز دي هيرجع للبلاي ليست بتاعت الانفرتر ويبدا يبني المودلز دي. 10%، خد بالك انا عاوز الستارتنج تايم اللي ابدا من عنده سي مثلا بعد اول سايكل. عاوز الستارت تايم اللي انا ابدا ديزاين من عنده واحط 4 سايكل. يا سلام، الحته اللي في الاول انه اتشال في الاول دي هي اللي كانت خاربه الدنيا، مخليه التوتال هارمونيك ديستورشن كبير جدا. فما تخلصت منها بدا يديني فعلا الويفز البيور، يقول لي التوتال هارمونيك ديستورشن، واخد بالك؟ لا يكاد يذكر. هو ده الكلام، هو ده الديزاين. الغرض بس من الفيديو ان انا ازاي اقيس التوتال هارمونيك ديستورشن، الفرق ما بين ال 180 كوندكشن والاس بي دبليو ام، ان فعلا لما قطعت الويف حسنت كتير من الخارج، بالاضافه ان انا عندي امكانيه ان انا اكونترول الاوتبوت فولتج كماجنتيود، ان انا اقلل الماجنتيود عن طريق الام اي هنا، ان انا اغير الام اي. هنشوفه في الفيديو القادم ان شاء الله، وعن طريق الفريكونسي هنشوفوه برده في الفيديو القادم. اتمنى الناس تكون استفادت من الفيديو، مش عاوز اطول عليكم، ما تنساش لايك وسبسكرايب، شير الموضوع مع اصحابك. اشوفكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.